خلصنا الديمونستريشن اوف كاربونيك كومباوندز. كده خلصنا الميثود اوف بريبريشنز. طبعا في ميثود ثاني كتير قوي احنا خلصنا تقريبا كتير. يعني بريبريشن اوف الدهايد اند كيتونز فروم الكول. وبعد كده طبعا الكول يعني ممكن نحضرها من اي حاجه بقى تجيب الكول يعني من الكول من وات ايفر. بعد كده اخذنا البريبريشن من ايه تاني؟ خدنا فعلا من الالكين والالكاين وحاجات خدناها كده والاوزمولسس وبعد كده خدنا من الكربونيك كومباوندز. مهم قوي موضوع الكربونيك كومباوندز الالكايل كوبريت وايه وتاني اتكلمنا عن النيترايد. طبعا النيترايد هي واحده من الكربونيك كومباوندز. هو طبعا ميزه الالكاين النيترايد مع الكلينير او الليثيوم هي طبعا بتحكم في اللينث بتاع الكربون شين دي يعني فول كنترول على اللينث اوف الكربون شين. طبعا دي برضه في نص على فيلد كرافت حاجه خاصه بالاوتوماتيك سيستم. دلوقتي نيجي نتكلم على الرياكشنز. احنا كده احنا بنتكلم على الكلاس كله بنتكلم على الباي بوند سيستم. فالباي بوند سيستم هنا مجرد بس عايز افرق بسرعه ما بين الباي بوند سيستم اوف كربونايل اوف الكين والباي بوند سيستم اوف كربونايل. احنا كنا خدنا تو رولز كده لو تفتكروا كنا لما كنا بنتكلم كانت في الانرجي دايجرام. لما قلنا لو الالمنت ماشيه في نفس الرو احنا الالكتروجينيتي بتزيد في نفس الرو يعني الكربون ماتش اوبشن الالكتروجينيتي بتقلل الانرجي بتاع الاثنين الباي والباي ستار قصدي يعني البوندنج والانتي بوندنج الاثنين بيزيدوا خلاص. لو كنا بنتكلم في ايه في لو احنا هنقارن مثلا هرايز بعض السايز بيكبر ساعتها قلنا الانرجي بتاعتين بتقرب لبعض يعني الانتي بوندنج بتنزل والبوندنج بتاعها بالتالي الليفل ليست بتزيد والكمان الالكتريك ليست كمان بتزيد. فده اللي حصل هنا ان دي في رياكشنز جديده قوي بتمشي على 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 الالكين ما بتمشيش على الكربونايل والعكس الرياكشنز هي بتمشي على الكربون ما بتمشيش على الالكين. ليه؟ عشان الحته دي. وحاجه ثانيه احنا كنا اتكلمنا على الانرجي. طبعا عشان خدنا كده رول كده من الكلاس اللي فات لو في السلسله اللي فات انرجي اوف بوند فورميشن دي حاجه كده يعني فاكتور في التشارج والستريك افكت وطبعا ويسمى الاوربيتال اوفرلاب. فالكربون دبلوند كربون ماشي طبعا هي مختلفه تماما على الكربون دبلوند اكسجين ان دي بولارايزد والثانيه مش بولارايزد يعني في فرق في الالكتروجينيتي في ناحيه الكربونايل. فبالتالي وطبعا الكربونايل فيها لون بير والثانيه ما فيش فيها لون بير. فهنا لو ببساطه عامه لو في نيوكليفايل طب خلينا في نيوكليفايل هنا لو في نيوكليفايل الباي بوند هي بتدفع معاها يعني الباي بوند هنا ليها انرجي عالية بينما في حالة الكربونايل اللون بير هو اللي انرجي عالية طب ان بي يعني ايه؟ نون بوندنج نص بي لون بير الموجودة على الأقشر هو ده اللي هيتفاعل مع بروتون هنا. طبعا احنا لو كملنا رياكشن ما نقدرش نعمل رياكشن دوت على هذه البروميد ما يمشي فعلا بس طبعا كنا قلنا رول طالما لو كربون كونكتد تو الكترون درون برو دي طبعا هينزل يطلع عشان يطلع تاني على فوق لان الكربون والبوند اكشن هي سترونجر بوند عن البوند الدايتري. طبعا الكربون از لونج از يعني از ريمبر ان الكربون برين بوند تقريبا 45-43 كيلو كالوري بالمول فده ضعيف قوي مقارنه ايه بالباي بوند ديت يعني عشان كده الاكشن دي مش هتمشي على الاساس ده بس ايه ما تلخبطش في الاثنين. بالتالي احنا لو كلمنا في اول سطر اللي كان فوق ده دوت يعني اللي هو البوند نيو بوند فورميشن في حاله الالكين مين يكون ماشي في الاوربت اوفرلاب هنا عشان الكربونايل تشارجنج هي ماشيه مني بالايه؟ ما يسمى بالكلوميك افكت او الشارج افكت. طيب عشان الخص لكم كل الرياكشنز بتاعت الكربونات والبونز هي الرياكشن بتاعت الكربونات والبونز عندنا مجموعه رياكشنز هي اللي بتفك الاديشن على الكربونات اللي هي ماشيه بالكلوميك افكت فعلا سمثينج اتاك هنا وسمثينج اتاك فوق. وبعد كده عندنا رياكشنز خاصه هنمشي بعد كده هي ده شابتر لوحده لو رياكشن خاصه بالالفا هايدروجين دي ده الشابتر بعد الشابتر 16 وفي رياكشنز اللي هي الاوكسيديشن رياكشن
oxidation reduction في الرياكشن. طبعا الرياكشن الاكسديشن في الالدهايد سهل خلاص, اي الالدهايد تمام اكسديشن بي بي كاربوكسيليك مش كده, في الاكسديشن اوف كيتون. هي دي ايه, هي دي حاجه كبيره بس. طيب نيجي بقى على ايه, على كاربونيل كومباوندز. لو عندي كاربونيل كومباوند قلنا دي بولارايز, دي عليها دلتا بوزيتيف ودي عليها ايه دلتا نيجاتيف تشارج. اول حاجه دي اللي هي اخر حاجه موجوده هنا, لو عندي هيدروجين سيانايد ساده اللون بيبدا بالاتاك على البرودون بينك, فادينا ايه بيطلع هيطلع كده ادينا اكسجين وادينا بوزيتيف تشارج. في المقابل فين سيانايد, سيانايد طبعا السيانايد كان اتاك هنا فادينا كده ادينا سي ان O O H. This is a one way. The lower reaction. We should be the reaction with cyanide. But as we are after slides, we want to fix it up. So that's one thing. Then the reaction with aldehydes. The solid gas has a sodium borohydride. طبعا sodium borohydride. هنا يعني you can simplify mechanism كده. Of H negative level hydride. The hydride يعمل attack على اتاكد ليه طبعا المنظر ده صح, ودينا ادي الهيدروجين داخل وادي او نيجاتيف هيجي معاه ايه الصوديوم. طبعا لازم الرياكشن ده يتم بعد كده بايه انفوشن بايه واش تو يو هاف تو اد اتش تو او عشان يجي لك نهايه او او اتش وهنا اتش. طبعا الرياكشن يمشي على الكيتو نفس الكلام, لو هنا في اي جروب هيطلع في النهايه ايه هنا. فالصوديوم بورهيدرايت يعني لو جينا قارنا مثلا الالكين الالكين بيحصل لها ريدكشن بايه؟ قلنا اسمه كاتاليتيكال ريدكشن بالبلينيوم على تشاركول او بالبلاتينوم. لو حطيت سيدر بومب او بده نو رياكشن نو رياكشن لان البومب اقوى, فبالتالي ما يقدرش يعمل لها ابدا ريدكشن بالكاتاليتيكال هيدروجينيشن. والعكس لو انا جيت حطيت عليها صوديوم بورهيدرايت مش هتفاعل. ليه؟ لان الهيدرايت هنا اتاكس الدلتا بوزيتيف اللي موجوده على الكربون الكلوميك افكت, بقى هنا مفيش كلوميك افكت. بالتالي الريدكشن بتاع الكربونايل مختلف تماما عن الريدكشن اوف الكينز. اوكي؟ فده الريدكشن مع الهيدرايت الكيد. طبعا هنا بيتكلم في جزء اتكلم عنه شويه اللي هو رياكشن مع سميه سترونج نيكليفايل. السترونج نيكليفايل هناخد فيها تو اكزامبلز اللي هو الهيدرايت. طبعا زي ما قلت لحضرتك اسهل حاجه ده الصوديوم بورهيدرايت, يعني فبالتالي حضرتك لو حطيت طبعا الصوديوم بورهيدرايت ممكن تحطه في سولفت ايثرال عادي خالص وروم تمبرتشر وشغل كويس جدا مع الالدهايدز والكيتونز. طبعا الحاجه الثانيه اللي هي الالومنيوم بورهيدرايت للاسف الليثيوم الومنيوم بورهيدرايت ده هيجي برضه نفس النتيجه بس فيري بيجرز رياكشن يعني. وتاني حاجه برضو عليها سترونج نيوكليفايل اللي هي الالكايل ليثيوم او الالكايل او الجرينيوم او الالكايل مغنيسيوم ريجن. هم كلهم بيتفاعلوا بنفس الطريقه بنفس الميكانيزم. بدل هنا حطينا الهيدروجين نيجاتيف هنحط ايه الار نيجاتيف, سواء كانت الار بقى ماسك فيها ليثيوم او ماسك فيها مغنيسيوم مظبوط. يبقى ده هيتاك بنفس الطريقه. ها بدل هنا كان اتش هيكون ايه هيكون الارضي. بدل ما دي هيتفاعل برضه كله بنفس الحكايه يعني. فهنا مفيش جزء ده مفيش فيه جديد طول ما عندنا سترونج ليكليفاين هتتاك دايركتلي على الكربونايل. دول التو اكزامبلز المشهورين جدا الاثنين ليكليفاينز دول اللي هو الهيدرايدز بانواعها, وتاني حاجه الالكايل ليثيوم او الالكايل ماجنيزيوم. طيب المشكله بقى ان مش كل الليكليفاينز بتدينا سترونج, اغلب الليكليفاينز دي اصلا ما هوش سترونج. احنا عملنا دلوقتي رياكشن with what strong liquefied مع هيدرايد ومع الكايل ليثيوم الكايل مغنيسيوم check بعد كده weak liquefied
ودي فانا ده في في اكيد تركز حاجة اول واحد فيهم مع الالكين عشان ساعدها بس موضوع الشرون فايل اظن مفيش فيه مشكله اوريدي كان اوريدي في البريش اوريدي كان كفر ها في كده الويك الويك كفايل الويك كفايل اشرح اصل هي دي مشروع مثلا في 30 سلايد ولا حاجه خلينا بس ايه بسرعه كده الويك كفايلز زي الكول مثلا الكول هنا عندي او اتش ار كانوت اتاك او الريت اوف رياكشن يبقى بطيء جدا 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 في الحاله دي نعمل ايه يس حط كاتاليز الحاله دي حط كاتاليز نعمل اكتيفيشن ايه ازاي نعمل اكتيفيشن الكربونات عايز ازود البوست تشارج ازاي ايوه صحيح هصرف ازاي ايوه هسحبته من عايز انا عايز البوند تسحبها لفوق اسحبها ازاي لو حطيت بس مجرد اسيتيك اسيد شود بي فاين صح فبيحصل ايه رياكشن خلاص يبقى ده الويك ديفاين نيدز اولويز اكتيف اكتيفيتي كارباين اللون غير ده يعمل اتاك على ده صح ودينا ار سي دبل بوند او اتش بوزيتيف طبعا هسحب الاكتيف ادينا ار سي او اتش طب ممكن ندخل هنا الكل مره واحده R O H يعني ده تدخل ده تطلع ودينا هنا ايه O R H ودي يعني ايه عليها positive charge طيب وبعدين ها ال H هتصير مع H مع الكاونتر بارت بتاعنا وال H ده اكيد مع الكاونتر بارت صح فالكاونتر بارت بتاعنا مثلا نقول مثلا A ها وتبقى هياخد البروتون ده فيدينا R C O H وهنا O R ده انترميديت مهم مهم جدا يعني طب الاكشن برضه شاف فاغلب حتى هيكمل ازاي؟ يحصل برضه ما هو لسه فيه اسيد يحصل بروميشن تاني بص الشرطه فيها على ايه؟ يعني اتاك على ادينا ايه؟ R C O H2 عليها positive charge صح وهنا في برضه ايه؟ O R طيب دي بقت good thing to go في الحاله دي هيجي الالكول تاني بنفس الطريقه R O H مش واضح انا لو بدا يشطب فايه؟ نوفره شويه يعني اتاك على دي بيطلع بالمنظر ده ادينا ايه؟ ادينا R C وشابك فيها O R وهنا O R بعد إيش هي تربنا إيه نفس الطريقة ماشي ديما positive charge ويجي الكاونتر بارت زي هذا الثاني ده A negative هياخد ده ودي اسمها إيه O R C ماسك فيها أنا في حاجة غلط ستة عملنا هندي H أصلا من الأول ناس حافظه مش فاهم هنا في اتش عشان قصدي يعني بس ده هاي مش كده فدايما في اتش عشان ايه عشان الدنيا تبقى مظبوطه ما انا برضه اكتشفت ان في ان في 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 في, في بوند ناقص ودي او ار هنا او ار ده مهم قوي ده اسمه هيمي اسيتات ده طبعا اسمه اسيتات اسمه اسيتان ده اسم الفانكشن جروب دي اللي هي سي او ار او ار دي اسمها اسيتال جروب ودي اسمها هيمي اسيتال الهيمي اسيتال موجوده فين؟ اكيد سمعتها كتير يس كاربوهيدريس في شوجر كتير قوي ده عامله كده صح؟ وهنا في ايه؟ هنا في او
something like this. As in OH, then you ester. موجود فيه الشوكر زي. فهي اغلب الهيم استانس انستابل، اغلب الهيم استانس انستابل. وتوصل فين؟ استان هو الاستابل. طيب ده الرياكشن. طب انا معلش انا برضه بيهمني الرياكشن، حضرتك عارف الرياكشن برضه بصوره سريعه، يعني مش هقول كل مره هتقعد تقيس كلها عشان توصل البرودكت يعني. هو لو عندي الدهايد، او طبعا استان يعني الاستال جاي من الدهايد، لو كيتون هيبقى اسمه ايه؟ كيتال. يس اسمه كيتال. لو كيتون هيبقى اسمه كيتال. فلو في ده الدهايد الكين ومعايا اثنين الكين، طبعا واضح ان هو بيتفاعل مع تو مولكيولز الكل، صح؟ ده مولكيول وده مولكيول، تو مولكيولز. انا هرسم تو مولكيولز هنا او ار اتش او ار. طيب ساعتها حضرتك كل هتشيله ايه؟ هتشيل اتش او كده، حط البتاع اهو، ده زد، ادي او ار، ادي او ار، ادي تو نيو بونز، ده زد. اوكي، بس في رفعه مشهوره هنا، مشهوره قوي قوي قوي، حد يبقى يسمع لي كده. او ار او ار بيكون حاسس املا بيشيل الاكسجين من الكونسيشن البوت. هو لو نعمل الثانيه بقى نعم نعم حط الفيديك الاول وبعد لا بس هو الاول احيانا بشوف الغلطه دي. لو حد عامل نفس الحركه دي بس ايه، هو شال اكسجين بس ما شالش ده البوت، فبالتالي زاد كارب زياده، فدي بسميها ايه؟ اخطاء ابدائيه يعني. زي مثلا حد يقول دي برومين زياده بس احنا مش حاسس املا. طيب كل حاجه ايه كانت ايه مهمه ان هو الواحد ازاي يعمل الاكشن ايه من غير ما يطلعش الناس. طبعا مهم جدا تفهم الميكانيزم، انا بتفهم حاجات كتير قوي قوي قوي. طيب شايفين ده كده؟ اه لو انا وصلت لو الاثنين او اتش كانوا في مولكيول واحد، معنى ايه؟ او اتش ده اسمه ايه؟ اسمه ايه؟ لا بايوز. لازم يكون ده بوند ودي بوند. ايوه اسمه ايه؟ التريك لايك. ده ايه التريك لايك؟ طيب التريك لايك مع ده ايه البرودكت؟ ايش البرودكت؟ حالة بنزين فيها حالة بنزين تقصد سايكل؟ هي سايكل فيها اثنين هو واحدة. يس اكزاكتلي. طيب خلاص كمل ماشي خلاص هو الاستراكشر. ها كل يعمل ايه؟ هننزل الاثنين في بعض بس. فده البوند الاستال بوند اتس سام هاو ستيبل سام هاو بس اتس نوت اكستريم ستيبل. فبالتالي الرياكشن ده ممكن تمشي بالعكس لو حطيت سترونج اسيد. في وجود سترونج اسيد الرياكشن ده يمشي بالعكس. ودي مهمه قوي كمان. لو عندي اسيد عشان الاسيد هيشيل يس الاسيد في النهايه هيعمل برودريشن لدي ماشي. الميكانيزم برضه مهم. لو انا عندي اسيتات ار او ار فوجود سترونج اسيد طبعا مال ماشي فوجود سترونج اسيد يحصل ايه؟ يحصل بروتريشن. اوكي طبعا مش حط بروت لوحده، حط بروت فوجود بس يحصل ايه؟ يحصل ان اللون بير والاتاك هنا ده خلاص كده مفيش شطه فعلا. فيدينا او ار ماشي بريز هنا شويه مختصر اتش 2 عليها بوست شارج وبعدين البروتون يطلع ويدينا او اتش. اوكي الخطوه تتكرر مره ثانيه. بالتالي طبعا هدينا هيم اسيتات الخطوه تتكرر مره ثانيه فيدينا او اتش او ار معرفش ار بتاعك وين عليها اتش ودي بوزيتيف تشارج وتخش برضه اوكي مره ثانيه ويدينا في النهايه او اتش او اتش اللي هي كده انستيبل وهتدينا الالدهايد. فبالتالي الاكشن ده بيستخدم في البروتكشن اوف الكول بيستخدم في البروتكشن اوف الكول. لو انا عندي الاكشن مثلا زي ايه؟ لو عندي حاجه زي كده حاجه زي ده حطيت عليه
ليثيوم الومنيوم هيدرايد. ال H ليثيوم الومنيوم هيدرايد اثنين هيعمل ريدكشن للاثنين هيعمل ريدكشن للاثنين ده هيبقى او اتش وده كان هيبقى او اتش. خدناش الكيس بس ليه تقولنا هتلاقي هيعمل ريدكشن للاثنين. طب لو عايز اعمل ريدكشن دي بس واسيب ده عايز اوصل للبرودكت ده او اتش وهنا في دبل بوند زي ما هي كده بنا ماشي ريدكشن اوف ايستر ما خدناهوش ان شاء الله ليتر اون. بس كل حاجه حضرتك عارف دلوقتي ان لو حطيت ليثيوم الومنيوم هيدرايد على على ده هيدينا الكول مباشره يعني هيكسر دي وياخد الدكش دي يعني هيبهدل الاستراكشر يعني. طيب انا عايز اوصل عايز اوصل لده عايز اخلي دي بقى سليمه عارف ايه الحاله دي لازم امشي على الطريق البروتكشن. اول حاجه اعمل بروتكشن احط الثرينج لاين بالتالي دي هتكون ايه هتكون بروتكتد او بيثايل ودي هتكون عامله كده او او بعد كده احط الليثيوم الومنيوم هيدرايد هيعمل ريدكشن زي دي بس فيدينا ده او اتش ودوت فهنحط له اللي هو الهيدروليك اسيد ساعتها احط فين احط فين سترونج اسيد تاني ادينا مش شاطر. فانا عملت ايه؟ معايا ولا دكتور يعني هنا في تو فانكشن جروبس هيتفاعلوا مع نفس الايجنت فعلشان اعمل سيلكتيفيتي انا عارف ان الفيتون ممكن يكون ما يسمى الاسيتال والاسيتال دي جروب قلنا ساعتها يو كان سيبريت ات بس نوت ذات ستيبل ان هي كان سنسيف للسترونج اسيدز فبالتالي ممكن اعمل ساعتها عملت بروتكشن اوكي عملت ريدكشن جروب اللي انا عايزها قصدي اللي انا عايز احولها اوكي خلاص ودي تقدر سيف زي ما كده مش هيحصل حاجه. يعني كل بروتكتيف جروب لازم حضرتك تكون عارف هي سنسيف لايه. هو الاثنين بروتكتيف جروب ما مش اتاك في الاثنين يعني الدبل بوند هنا وبقى الدبل بوند هنا. لا لا هنا لو عملت هنا فكرنا وخسر ثلاثه او اتش مش هيبقى سبوت ستيبل قصدي الاسيتال فورميشن ما يحصلش الا على الهيدرو كيتون تاني. فبالتالي السيلينج سايكل بيتفاعل لوحده ولا عايز كاتاليست؟ ما عايز كاتاليست طبعا. بس الكاتاليست لو تفتكر الالكين والالكول قلت لك ممكن تعمل هيدريشن ودي هيدريشن مره بكونك اسيد مره دايلوت اسيد بس بالتالي ممكن تعمل كده اقل في الليفل بتاع الجلاس ممكن نعمل تقول ايه بروتكشن ودي بروتكشن. هو ليه ما عملش ريدكشن للاول ده؟ هو المفروض قلت حضرتك اول خالص قلت هتعمل ريدكشن للاثنين اهو معلش دي دي طب والاود الثالثه دي ما عملهاش دي يعني ليه ما عملهاش هنا واتش ثانيه هنا وليه اصلا شايل اللي صار جروب على كذا؟ انا قلت لحضرتك ايه؟ قلت لك الاكشن ده هناخده ليه طبعا اوكي؟ ما خدناش الاكشن ده لسه ما خدناش التوكسيك ستيرم ما احنا ما خدناش التوكسيك ستيرم يعني بس اعرف ان اعرف الفيتامين درايف بيحول الاسيد او الاستر هم الاثنين بيحولوا الى الابل ما شاء الله. طب عايز نديك حاجه كده سريعه بص بس ايه؟ راح جيت انت ما تعرفش ايه مش على مني دي حاجه سريعه قوي الهيدرايد اتاك وتشيل ده خلاص بس ده لازم يبقى مختصر قوي يعني عندنا الدهايد الدهايد تاني عندنا المره ده بس بعد كده طبعا في كام ستيب في النص ايه ضيعناهم يعني خلاص فبالتالي خلاص الاسيتال يبقى احنا اول حاجه خدناها هنا ايه؟ من الاسيتال بس يبقى الدهايد وبيس 1 لان كل اسيتال وخدنا مهم جدا موضوع البروتكشن دي بروتكشن. هو مش المفروض السيلين السيلين شلايك هيتفاعل على الاكسجين الثانيه كمان اللي هي السي دبل بوند اوكس اه نعم نوي نفس السؤال صحيح؟ سالته ده مش ده الاستر والكربوكسيل اسيد ما بتتكونش استال اصلا. طيب نكمل نفس اللي قلناه في الاسيتال هنقوله في الثايو اسيتال. نفس اللي قلناه في الاسيتال هنقوله في الثايو اسيتال يعني ايه؟ يعني انا لو شلت ده حطيت مكان اس اتش هيمشي نفس الطريقه احمد قش بص بص مش بص اهي فهشيل اوكسجين احط مكان سلفر نفس اللي بالظبط سلفر اسمه ثايو اسيتال ثايو كيتان
لا هو لا لا هو لما الاسلحه تحصل هدروس الميه هناك مصدر الاكسجين دي ميه مش سلفر ولا اكسجين الاكسجين دي تديك ميه تديك برضه اكسجين فبالتالي ميزه الستايل صح ان هو فيري اكتف وقصدي بيمشي احسن كتير بس عيبه الوحيد ان بتاع ده ريحته فظيعه ريحته سيئه جدا لا اصل انا عندي ريحته صعبه احنا في العاده ما بنستخدمش يوم السبت ما يكونش في واحد في كلها في الكليه لا الاشياء ولا بني ادم كلها كلها يعني مش دور كله فوق تحت فده دي مشكله بس بصراحه اللي يبدا احسن كتير اللي يبدا احسن المشكله طبعا الرياكشن دوت ان هو ريفرسبل الرياكشن الثاني ريفرسبل وفي العاده بنستخدمه بالمناسبه يعني ما اعرفش يعني في العاده مكتوب سافوريك اسيد بس ما اعرفش سافوريك اسيد بيستخدم الماينيدينيوم اللي هو بيستخدم الترويز سافوريك اسيد هو ده ده برضو ده برضو البي جي بتاعته ماينس 2 لحاجه قصدي يعتبر سولت اسيد مش سوليد ممكن توزنه مش عارف مش عارف اعمل سولت يعني في هو حسب الريحه هو ده هو ريحته فظيع هو يقول لك المشكله ان هو ريحته قاتله ثيولز حته ده كمان فولاتايل طيب خلاص احنا خلصنا الاستان والفايب استان طبعا في حاجه ثانيه في الفايب استان ان هو نفسه انت ممكن تعمله ريدكشن وتحول للالكين بس مش قضيه دلوقتي فنيجي على الامينز البرايمر امينز ار ان اتش 2 امسح ده طيب دي عايز اكبر بس للاسف مش مساحه طيب فاكرين لما قلنا في الالكول ايه؟ الجنرال سي بتاعته بيبقى عامل ازاي؟ قلنا لو عندي ار دبل بوند او وفي هنا اتش او ار اتش او ار كان بيدينا ار بتشيل اتش او بالمنظر ده بيدينا الرياكشن كده نفس الحكايه برضو هنعملها بس الاميز نفس ده نقول سي دبل بوند او بلس ار او اتش مش تفرق لو عندي اتش 2 ان وهنا ار هيحصل نفس الحكايه بالظبط هيحصل ايه؟ هنشيل الاثنين دول ويدينا ار سي دبل بوند ان الرياكشن طبعا بيطلع من اتش 2 او فبنسميه كوندنسيشن رياكشن اسمه كوندنسيشن رياكشن طبعا الرياكشن ده بالذات اسمه شيف رياكشن شيف اس اسمه شيف بيز او شيف اسم بالقلم يعني شيف رياكشن هنا الار دي ممكن تكون اي حاجه طيب لو خلاص في رياكشن انا هقول لك فرق الجهاز دلوقتي بس الجنرال يعني ادي اتش 2 ان لو شلت حطيت هنا او اتش ادينا هنا ايه؟ ادينا برضه ار سي دبل بوند ان او اتش صح؟ طب لو شلت ده خليت اتش 2 ان خليت هنا كمان ان اتش دبل بوند او ان اتش 2 ايا كان نحطه هنا ها هو الار في الاخر خلاص بس الحاجات دي ليها اسامي ده مثلا اسمه اوكزين اسمه كده الفانكشن جروب دي اسمها اوكزين وهنا مثلا نفس الفكره برضه ده ممكن نشيله ونحط مكانه ان اتش 2 نحط مكانه سلفر وات ايفر فالرياكشنز كلها بتمشي ده خلاص كده شطب وتمشي كلها بوان ميكانيزم زي ده بالظبط اكزاكتلي زي بتاع بدل ما نحط انا هكتبه انا هسيبه عشان ايه خلينا مع بعض نكتب تقول ادي ار زيد البوند او ما ننساش اتش مره دي بعد كده نحط الامين ان اتش 2 ار طبعا الرياكشن محتاج كاتاليست زي ما قلنا كل الويك ليفيفايد ده عايز اكيد محتاج كده كاتاليست كاتاليست هو دايما اسيد ويك اسيد او زي ما احمد قال ممكن نستخدم ليوس اسيد فهنا الرياكشن اكتر بي اتش بتاعته ما بين 4 ل 5 4 ل 5 بي اتش ليه؟ ال ات ذيس بي اتش ممكن بيحصل اكتيفيشن الكربونايل من غير ما نعمل اكسسيف كوردينيشن ماتش لو خلاها فيري اسيدك كمان لهم بيحصل له كوردينيشن والماتش هتفقد من الفليكس بتاعتها فالرياكشن بيمشي نفس الطريقه ار بقول لك صلاح او
وعليها بوزيتيف تشارج، وبعدين اللون بير هيعمل اتاك تطلع فوق كده ويدينا ار سي او اتش اتش عشان ما ننساش ان اتش اتش ار وعليها بوزيتيف تشارج خلاص. ودوت طبعا الاكشن هيمشي بنفس الطريقه، بيحصل ممكن تسميه كده يعني فروتون شيفت، يعني فروتون يطلع من هنا لحد هنا او حد حاجه تاخد برضه هادي برضه ادينا ار سي اتش او اتش 2 بوزيتيف هنا ان اتش ار. طبعا اكيد خدنا الحكايه دي قبل كده، لما يكون في كارب متصل باكسجين ونيتروجين انستيبل، دي التقديم بينزل كده بيطلع بالمنظر ده. ادينا ار سي اتش دبل بوند ان ار لوور ده. طبعا في التكست بوك الموضوع الثالث هو الرياكشن، احيانا بصراحه بعض التكست بوك بتشرح المنظر ده بعضها بيشرح عادي خالص، ما يحطش الروت بتاع الاسيد هنا، حط الروت بتاع الاسيد هنا، بيقول البي اتش دي بيحصل بروتونيشن الاو اتش حس تطلع بس هي في النهايه كلها ايه؟ لا بيرز يعني كلها بيرز. حضرتك عايز تحط الروت بتاع الاسيد هنا بحيث يعمل اكتيفيشن للكربونايل ويمشي نفس الفكره ايه؟ ذاتس فاين. عايز تحط الروت هنا مدير الاسيد ذاتس اولز فاين، بس في النهايه بيطلع الكربونيشن ويدينا برودكت اوت. يبقى دوت الرياكشن مع البرايمري امين. هو في احتمال ان يحصل العكس يعني ان ال اتش تطلع والاو ال تطلع ولا لا؟ هي دي برود تاني عشان تبقى صح. فبالتالي الرياكشن دوت مع البرايمري امين. حته هنا جزئين هنا مهم قوي. لما اللون بير ده نزل والاو اتش دي طلعت دوت كان عباره عن ايه؟ كان ودانا ده في اتش نعم في حاجه ناقصه. طب لو انا عندي سكند ريت، لو عندي سكند ريت ده برايم اميكس، السكند ريت بتديني ايه؟ فكر يا جماعه، عشان لانها عليها بروش عادي نعم؟ انا عملت حاجه غلط؟ احنا كنا هنا قايلين ان ال 2 اتش بتاعت ان بتطلع نعم؟ وبعدين معلش طيب نخلي الموضوع هو هنوصل للنهايه برضه، بس ايه نفس التفصيله كلها. البروتو دوت نحط هنا الكاونتر بارت التاني، ياخد البروتو ده هنا سي اتش او اتش ان ار اتش اوكي، وبعدين يحصل البروتونيشن الثاني ده يدينا R CH O H2 دي على بوست تشارج كده N N H R اوكي، وبعدين لون بير ده ينزل كده ويطلع كده يدينا R C H H2 احسن دبل بوند N H R اللي عليها بوزيتيف شارج يجي الكاونتر بارت مره ثانيه يس الكاونتر بارت يجي ياخد ده وينزل دي تدينا R C H دربون N R. شايف الستيب ماشي الستيب دي ها؟ لو احنا استخدمنا السكند اللي هجيبها بس لا اقول البوزيتيف شارج موجود البوزيتيف شارج موجود هدينا ده بس هي هتبقى هي هنا هنا ار سي اتش دبل بوند ان ار 2 ودي عليها بوزيتيف تشارج ده بس بيسموه مانخ بيس مانخ اسم بني ادم يعني ما اعرفش بصراحه هل هو يمكن في غلط في السبيلنج بتاعته بس اي دي صوت في الاخر اكيد واحد الماني في الاخر نعم هو الستيبل في الصدر يس يا سيبها كده هنوصل لحد دي لا قصدي تاني ايوه هي دي صح؟ لا ما هو احنا هنا دي هتبقى ار ودي هتبقى ار ودي هتبقى ار في النهايه هنوصل لده صح؟ بس مفيش بروتون هيطلع هيدينا ده يعني هتقدر عليك تقفل ما هو والكاونتر بارت تقدر هو النيجاتيف لا اصل ده عليه ريكشنز كتير قوي ما انتش ده كانت كونجوجيت بيز نعم؟ ياخدها كانت كونجوجيت بيز ياخدها هيبقى مكانها ضعف على طبعا في قصدي لما نيجي ناخد الشابتر الثاني ان شاء الله هناخد قصدي بقى
الانتنس بعد السنه ما كنتش حاطط ده فمش عارف اقول دلوقتي يعني هيحصل خلاص ليتر انا اقول ان شاء الله قصدي ده المواد هتتحرك بعد كده تبقى هنا تبقى الكربون والكربون دي يعني قصدي يعني ممكن ايه ممكن يحصل لها شيفت هنا ودينا بالانس استراكشر يعني بس هي كده موجوده معانا ايه في الشابتر بعد كده ان شاء الله طبعا احنا كنا قلنا الرياكشن ده ها قلنا الرياكشن ال اتش سي ام مع السيانايد عاملين السيانايد ان هو كميه السيانايد ممكن لو عملناها ريدكشن باللي كمان الالمين هيدايد هدينا الكورسبوندنج امينز ودي حاجه مهمه جدا او السيانايد نفسها لو عملناها هيدروسيس هدينا اسيد عشان كده الهيدروجين سيانايد ده اكسس لايه للكاروسينيك اسيدز او الامينز فالرياكشن ده مهم جدا ان احنا بنستخدمه كتير يعني هنا مثلا ده اللي بيحصل ايه ده اللي بنسمع فيه لو حد عايز الكنيس هنا لما بيحصل الكنيس الهيدرايت بيعمل اتاك زي ما هنشوف قبل كده بعد كده النانش بيمسك الالومنيوم خلاص الستاند سيب برضه بتحصل ده ما بيحصلش تو نيجاتيف تشارج الهيدرايت ده واحد هيدرايت ثاني يعمل اتاك على الكربون ويحصل شيفت للبوند بيكون في بس اونلي 1 نيجاتيف تشارج على النيتروجين طبعا وانس يو اد ووتر مولكيول هدينا ايه؟ هدينا الامين فالجزئيه ديت يعني بنستخدمها كتير هنا النولج عندنا بس خلاص هنا كده خلصت طبعا البيتنج والحاجات دي خلاص اوريدي كنا قلناها الايه قبل كده في الكينز فمش هنكررها تاني طيب خلاص على كل حال ايه خلاص نكتفي بهذا القدر ان شاء الله